الفرقاء اليوم في السودان، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغهم صوتي. أقول لعبد الفتاح البرهان ولمحمد حمدان حمدتي: ماذا تفعلون بلا إله إلا الله يوم القيامة إذا جاء بها القتلى من الفريقين؟ أكرر الرسالة للفرقاء، للمقتتلين، للذين أشهروا أسلحتهم، روعوا الآمنين وحبسوهم في الدور وفي الجامعات وهم يعانون نقصا من الأموال والأنفس والثمرات، روع الأطفال والنساء في البيوت، وبدلا من أن تمتلئ الخرطوم بأصوات التالين والمؤمنين والداعين، صار الصوت الذي يعلو على كل صوت عزيز الطائرات وصوت المفرقعات، وصار الرعب هو سيد الموقف، وصار الرصاص والشظايا هو متخوف الناس. أيها السادة، من أجل ماذا؟ من أجل ماذا كل هذا؟ على لعاعة من الدنيا، على كرسي زائل، والفرقاء المقتتلون أحدهم بينه وبين القبر مسافة يسيرة، في ذلك التحديد النبوي الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك. ألا فليتقوا الله في هذا الشعب المسلم المعروف بأنه من أرق الشعوب أفئدة وألينها قلوبا وأكثرها برا وأعظمها ملأ للمساجد، فإن لهم حرمة سيسأل الفرقاء عنها ولا شك يوم القيامة.